بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى مشتركين؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ياريت الفرج على قناتي الأول مرة. إذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة أنا موجودة فين؟ موجودة في مول، في القصر مول في شارع السويدي، في محل لقطة حلو جدا بيبيع حاجات حلوة قوي. المحل ده بقى فين؟ في الدور اللي تحت الأرضي في المول، بيبيع فواحات وصابون المسك واللي هي الليفة المغربي، وعنده منتج سحري بينظف البقع، وحص يعني وعمل تيست قدامي فعلا بينظف البقع بطريقه حلوه جدا، بينظف المجوهرات، بيلمعها سواء فضه او ذهب، للسيارات، لتلميع الاحذيه، للعبايات، بيستعمل حاجات كتير قوي. وفي خصم خاص لمتابعين قناه الهنا، انتوا بس تروحوا هناك وتقولوا احنا نتابع قناه الهنا هيعملوا المسك. وانا هسأله دلوقتي على الحاجات والاسعار اللي موجودة، مثلا زي الفواحة دي كده بكم؟ هذه كانت 350، اليوم عليها عرض ب150 ريال. ب150 ريال، كانت ب350، لها الوان ولها اشكال. كانت ب350 بقت ب150 ريال. طيب والبيضة اللي جنبيها دي؟ البيضة اللي جنبها كانت ب190، اليوم عليها عرض الحبة 90، حبتين ب150. الحبتين ب150، حبتين بسعر اقل من واحد، يعني الاثنين بنجيب 150. أيوة. اخر كلام يعني؟ ايوه. طيب وبالنسبة للخمر للحال الخضراء عندك، هذه بالريموت تشتغل معاك. طبعا هذه فيها ميزه حلوه، تنباع في محلات ثانيه ب 300 و 270، احنا في محلنا نبيعها على 140 ريال. طب وعشان قناه الهنا بقى 120 ريال. تكرم عينك. 120 خلاص ماشي اوكي. طب وبالنسبه اللي هي اللي نفس الاسعار حقت هذا، نفس ب 120 نفسها. ايوه، عند هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع وهذا النوع. المجموعه دي بالريموت، في عندي هذه بس الريموت، الباقي الاشكال بدون الريموت. بدون الريموت طبعا، كميه محدوده. الكميه محدوده. طب بالنسبه للي هي هذه المزهريه، كنا نبيعها ب 190، اليوم عليها عرض ب 120، هي واللي جنبها. وعندك هذه البرج، هذه البرج يطلبونها بالطلبيات من عندنا بالكراتين. دي بكام بقى البرج؟ البرج نبيعها ب 300، اليوم عليها عرض ب 160 ريال. احسبها لموزع هواها. البرج الى قناتك في كمان لك اياها ب 140. لقناه الهنا بكام؟ ب140 بدل 160. ب140 ماشي اوكي. اللي هي البرج دي الطويله دي، ودي اللي هي الحته اللي فوق دي موزع هواء. موزع الهواء، موزع الهواء بدك اياها هيك تضل معك. بس لما تحط موزع الهواء بيبقى احسن عشان احلى. ايوه. تضل معك. يعني دي كام قلت؟ بدل 100 وبدل 300، اليوم ب 160، وعلشانك احسب لك عشان قناه الهنا ب 140. تمام يا جماعه، يعني كل متابعيني يجوا هنا. المحل اسمه ايه؟ هو رقم 52، رقم 52 في القصر مول، الدور الارضي خالص تحت الحته اللي فيها العبايات والحاجات دي، ركن الفواحه. ركن الفواحه. طيب عندك الدي ال سي هذه باللمس، اللي هي دي هذه تشتغل معك باللمس. ايوه باللمس، ضمانها سنتين. هذه كنا نبيعها اول ب 220، اليوم عليها عرض ب 140 ريال. ب 140 ريال اللي هي هذه منقي جو. ايوه اللي هي هذه، هذه منقي جو. ده منقي جو، هذا منقي جو بدون فواحه. هذه عندك اتربه، غبار، عندك روائح كريهه، روائح مرغوب فيها، حشرات تطرد لك اياها. عندك كمان اذا في عندك روائح كريهه في البيت تشفطها وتخفف لك اياها. تشفطها. 190 120. وعنده كمان صابون مسك اهو، هذا مسك الحجر، في عندك مسك العادي، وفي عندك اللي هو مسك الابيض، وعندك مسك العنبر. ده مسك الابيض، ده مسك العنبر، وعندك من دم الغزال، وده دم الغزال. شوف ريحته، ريحته على فكره حلوه قوي يا جماعه، يعني جربوا اسعاره حلوه. عندي نفس هذه الاشكال، هذه كمادات حراريه. دي كمادات حراريه. عندك هذه كمادات حراريه، الام المفاصل، وجع المعده، وجع الرقبه، حار بارد تشتغل معاك. طبعا اللي موجوده عندي هنا استراليه ما هي صينيه. استراليه مش صينيه. خطين تشتغل معاك، بارد وحار، 110 و220. طب بالنسبه لاسعار الفواحات الصغيره بقى؟ الفواحات الصغيره هذه كانت تنباع، هي حبه وهذيك موجود منهم. دي بالريموت بقى ولا عاديه؟ لا هذه عاديه تشتغل باليو اس بي. عندك الاسعار، عندك واحده اثنين، هذه ثلاثه، كانت تنباع على 190، اليوم عليها عرض، تاخذين حبه 90، حبتين ب 150. الحبتين ب 150؟ حبتين ب 150. والحبه؟ الحبه ب 90، كمان تقدر بالشكل هذا ترتفع وتنزل. الشكل ده برضو كمان ترتفع وتنزل. يعني تضغط عليها وتنزل وتنزل. في عندك اللي هو من عند اللمبه والاشكال اللي رايحه لهناك، هذه الحبه اول 90، اليوم عليها عرض. الخشبيه بقى اللي في الاخر دي. ايوه هذه كانت، هذه كانت تنباع ب 90، اليوم عليها عرض، الحبه 60، حبتين ب 100. حبتين ب 100. طيب بالنسبه زيوت الفواحه، هذه زيوت الفواحه الخام المركزه، هذه زيوت فواحه مخصصه للفواحه.
لا مخلوطه ولا هي هذه مركزه وخام نقطتين بس بالتوله تنباع تنحط مع الزيوت مع المويه حقت الفواحه تعطي ريحه حلوه. على كم بقى هذه بالتوله؟ طبعا انا ابيعها التوله 40 ثلاث تول ب 100. قناه الهنا ابيعها التوله 30 تولتين. خلاص يا جماعه المتابعين قناه الهنا يجوا بقى ولا يهمني. في عندنا كمان مزيل الحبر 50 واثنين ب 50 قناه الهنا. عندك هذا مزيل الحبر، هذا للحبر للشحوم للزيوت للدهون الكتابة على الجدران. عندك اللي هو ده هاتي واحدة كده من هنا ديكسون. هذا عندك للأفران إذا كان الفرن عندك كهرباء وعادي يشتغل معاك. عندكم للثياب للأشمخة للبناطيل. عندكم كمان الله يعافيك للتيشيرتات العبايات ينظفها. في السيارات عندكم الجنوط عندكم الطبلون عندكم التكايات عندكم الجلد المخمر يلمع. الله يكرمكم. عندكم الشنط الجزم الشوزات الساعات الخواتم كمان يلمعها الاكسسوارات ينظف لك. ذهب الفضة ذهب الفضة الألماس الاكسسوارات يلمع لك. عندكم الفرش عندكم الزوليات عندكم المد ينظف لكم إياها. عندكم ايوه اسمه دكسوس صحون السلستين. انتاج ايه بقى؟ سيارات نظف سيارات. انتاج ايه يعني؟ هذا صناعه موجوده في المملكه تعبئه المملكه. المكونات حقه تقنيه امريكيه مطوره تعبئه المملكه. ينظف قبل الغسيل وبعد الغسيل طبعا صلاحيته 3 سنوات من يوم الانتاج ينظف. كمان عندك صحون للسلستين عندك شفاطات الله يكرمكم الحمامات ده بقى السحري ده حنفيات حول الحنفيات صدام لا تكلس ده ديكسو السحري ده بقى يعني ده يعني تنظيف حاجات كتير قوي يعني تنظيف الافران والعبايات والسيراميك والفضه والذهب نعم كمان هو عندكم اللي هو الاملاح التكلس يعني اللي انتراك محول يعني الحنفيات يشيلها ده حاجه لقطه يعني ده بكام بقى ده؟ هذا انا ابيعه 30 و52 عشان قناه الهنا حبه ب 20 ثلاث حبات ب 50 حبه ب 20 ثلاث حبات ب 50 خلاص يا جماعه الحبه ب 20 ثلاث حبات ب 50 عشان قناه الهنا بس بيبيع بسعر طيب بالنسبه بقى لل فواحات كمان للسيفون الشركه الكبيره انت قلت بقى هذا بالجالون الكبير الجالون الكبير ده الجالون الكبير لحاله نبيعه في الشركه احنا شركه طبعا نبيعها الحبه الواحده لحاله الجالون 4 لتر 300 ريال اليوم تاخذون الجالون الكبير ده ايوه يساوي 16 عبوه تاخذون جالون تاخذون معاه حبتين هديه من الشركه تاخذون كمان معاه الاسفنج السحري الاسفنج السحري لا تحطون عليه لا صابون ولا شيء وريني الاسفنج السحريه دي هذا الاسفنج دي السفنجة السحرية دي بقى يعني هذه لا صابون ولا أي شيء هذه ميزتها منتجها منها وفيها بس موية وتنظفين فيها الله يكرمكم جزم الشاموة عندكم الكتابة على الجدران عندكم الأملاح التكلس حول الحنفيات تشيل لكم إياها بس موية مية بس مش لازم بس موية ولا نحطي فيري ولا لا ولا فيري ولا صابون ولا أريال ولا حاجات ولا أي شيء بس موية هذا منتج منها وفيها لها عدة استعمالات فيك تقصصها تعيش معاك فترة أطول يعني ممكن تقطع مثلا أيوة. لو أنت تقطعها مربعات مش عايز تحتاجها كلها أو كده أيوة ويجي معاها كمان الفوطة العجيبة الفوطة العجيبة دي بقى إيه بتسرع هذه عدة استخدامات الفوطة العجيبة لما تطلع نشف شعرها أيوة من الحمام يكون الشعر مبلل بالموية بدل ما تستخدم استشوار عشان تجفف الشعر بس تلم فيها الشعر على طول تجفف لك إياه وتنشف لك إياه كمان في المواعين سحول السلستين عندك الاواني تكون عليها ما تقدرين تحطيها تشفط لك اياها ينكب معاك بيبسي شاي قهوه عصير مويه اي تسوي تنكب على المفارش على الكنب على الموكيت على طول تشفطها وتجففها وتنشف لك اياها. لا حلو بجد. دي بكام الفوطه دي؟ الفوطه 40 3 ب 100 اليوم عليها عرض الحبه 30 حبتين ب 50 حبتين ب 50 وكم؟ حبه 30 حبتين ب 50 الحبتين ب 50 والحبه ب 30 في منها الوان واشكال دي حجمها كبير دي ولا حجمها صغير؟ ايوه حجمها كبير هنا المقاس حقها يعني قد ايه مثلا مقاس كم في كام؟ طولها 43 ضرب 64 سم 43 في 64 سم طول فيها فيك تقصها كمان تقدر تستخدمها اكثر من استخدام في منها الوان مثلا الازرق والاخضر والاحمر عفوا والاصفر والزهري الوان مختلفه ايوه تقدر تميز بينها مثلا تقدر تستخدم الوان يعني تحط الازرق مثلا للمطبخ عندك الزهري للملابس والجسم تقدر تستخدمها اشياء ثانيه طيب بالنسبه بقى ايه الحاجات اللي هذه معطر المفارش ايوه معطرات مفارش هذه ثباتها يومين الكنب للمفارش للموكيت للسجاد للستاير عدة روايح في الورد كم منهم؟ الوحدة 40 3 ب 100 اليوم العرض حبة 30 حبتين ب 50 الحبة ب 30 والحبتين ب 50 نعم ثبات يومين ما يثبت الريحة ترجعونها تاخذ فلوسك ما في مشكلة بجد هترجع الفلوس يعني نعم صحيح ما في مشكلة والحمد لله الى الان ما في احد رجع ثبات يومين عندك الويلد وعندك البخور وعندك الخزامة اللافندا بالكراتين والطلبيات طيب. الشجره الحلوه بقى الجميله دي هذه الشجره الحلوه عليها عرض تنباع في اماكن ثانيه على 370 و400 ريال عندنا هنا هي ليها هي لها قاعده من تحت هي كمان ايوه لها قاعده من كمان من تحت اللي هي دي
طويل على فكره يا جماعه، ممكن مثلا تتحط في الريسبشن مثلا ضد المايه. طبعا ضد المايه، ضد المايه. الورق حقها قماش ما هو ورق بلاستيك، هي فيشه كهربائيه على فكره يعني. الورق حقها قماش ما هو بلاستيك، يعيش معك فتره طويله ضد المويه. طاحت الاوراق حقتها ترجع تركب مره ثانيه. كم الشجره دي كانت تنباع في اماكن ثانيه ب 370 و 400، اليوم عليها عرض 150 ريال. 150 ريال. طب والصغيره بكام؟ الصغيره نبيعها لحالها او تنباع في اماكن ثانيه ب 190 و 160، اليوم عليها عرض. تاخذ الحبه ب 90، حبتين ب 150. عندك الشكل هذا وفي عندك الشكل الثاني. الشكل ده الحبة بكم قلت؟ 90، حبتين ب150. 90 حبتين ب150. وفي النوعية هذه الثالثة الرابعة الصغيرة، هذه على 60، حبتين ب100، الحبة الواحدة تطلع لك ب50. دي الليفة المغربية. المغربية الأصلية أختي. ساعات بتبقى مغشوشة في السوق على لا فكرة. هذه الليفة المغربية الأصلية. ليفة الطاووس الملكي هذا. دي بكم دي؟ هذه الحبة ب20، ثلاث حبات ب50. الحبة الواحدة ب20، دي الأصلية. بص يا جماعه الاصليه بتلاقيها خشنه شويه. ايوه لازم تكون خشنه، مش الناعمه اللي عامله زي الشراب دي. لا طيب دلوقتي انتوا محل رقم 52. محل رقم 52 في البدروم. في البدروم تحت في القصر مول، عده اشتراكات. رقم المحل 52. 52 عرفتوا العنوان خلاص بالظبط، عشان يجي يسالني بقى لما انزل الفيديو. واقول لكم بقى يا ريت الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم، وإذا عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا جنب محل عبايات.